انجوي. 1 2 3 beginning start fight. سلام عليكم مقاتلات، ابلعوها. قر 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 قر، هذا ضارب هذا وهذا ضارب هذا وهذا ما تدري وين تروح يا الهي. والفايتات قسم بالله بطولة اسطورية. اجل الجمعة الجاي وش بيصير؟ اللي يبغى يشارك حياه الله في الاسبوع الجاي. قسما بالله العظيم من اول سكواد الى اخر سكواد قدموا مستوى مشرف، مستوى اسطوري والله. لا اجانب ولا اسيويين ولا بطيخ ولا صيني ولا جرنبرغ. قسم بالله ناس تطحن طحن تجلد جلد، وربي جلد اسطوري. شفتم اللعب كيف؟ شفتم الاساطير؟ زي ما قلت دائما ابدا هم محتاجين ستريمر يقدمهم للمجتمع العربي. يعني شفتم بنفسكم في ناس تلعب لعب مو طبيعي، تجلد جلد اسطوري والله. كل السكوادات كل الكنانات شرفوني نوروني والله، تشرفت فيهم جميعا. قدموا مستوى مو طبيعي للأمانة، مستوى مشرف، مستوى من عالم ثاني، من وكالة ناسا. زي ما قلت لكم البطولة هذه برعاية وكالة ناسا. مرحبا ومسهلا بالجميع. حي الله الجميع، مرحبا ومسهلا، مرحبا ومسهلا. شكرا على الستارز، ليتس جو. بدت البطولة، يا رب لك الحمد. فبإذن الله الأسبوع القادم يوم الجمعة لعيونكم أنتم جميع ولعيون المتابعين راح أخليها 3 رومات مو روم واحد. حي الله كلان في تي، مايكل حمد، آيا ون إس، سكواد 4، مرحبا ومسهلا. طلقة والشباب، أو ماي جاد، جنازة وخرب وهجام. حي الله كلان ام إس 7، كلان عرب، مرحبا ومسهلا. أبو عمر، يوين وصلنا؟ كلان عرب، كلان بي، كلان ار اكس، سكواد مكتمل، ام في بي، اس اس اف، طرشولة، طارق، زياد، كلان اس كيو، كلان 9 بي، معاقب و 9 بي والشباب، دبليو ار، وور، اس 9 اللي هم اتوقع طن زي كذا، وكلان نو زيرو نو ادمن نو جعفر. حي الله الجميع. هم الآن ينزلون أماكن بعيدة، تكتيك البطولات زي كذا، انزل مكان بعيد، خذ جير كويس، آرمر، هلمت، لوت كويس، هيل كويس، بعدها ابدأ وادخل مقاتلات. لا تخسر، يعني لا تخسر من أول الجيم. تنزل مكان فيه مثلا فايت واجد، يعني سكوادات مع بعض كثيرة، يمكن تخسر الجيم من أول فايت. يعني هم الآن يضمنون جير كويس، بعدها يبدأ الايم الاسطوري والتكتيك الاسطوري. صدقوني راح تشوفون أقيام اسطورية بإذن الله. ادري اني انا قرقد زياده، بس هذا نظام البطوله، لازم تعلق على كل السكوادات، تدي كل ذي حق حقه. باقي ولا هذه السكوادات، السكواد الوحيد اللي قريبه من بعض، يعني ما في اي سكواد يعني زي ما تقول فايت ثاني ابدا. وين السكوادات الثانيه؟ كل امورهم طيبه، قاعد يلوتون يضبطون امورهم. صحوا بعض، كلان عرب وضعهم طيب. السكوادين توزعوا بعيد، 1 2 من منوك اتوقع باد ما راح يلحق، راح يتفنش على طول. واو النيد، واو قاعد يهيله الان. عرب طيح، فنش رايد، فنش رايد اتوقع الان راح يبشون عليهم 2 الان. 1 منهم نوك هنا من الشباب، فجر السيارة. باقي اخر 2 بالبناية. خلاص جي جي نواف، جي جي ما قصرت يا غالي. زياد، او ماي جاد، في فايت ثاني، خلينا نشوف الفايت اللي هنا. قاعد يبشون الشباب ستيب باي ستيب، قاعد يسمعوا الخطوات. كلان اس في ينتظر على الباب، جاهم نيد، جاهم نيد. او ماي جاد، نايس شوت يا زياد، بطل رائد، رائد يرمي بيكا. او ماي جاد، قلتش رائد، شفتك يا رائد، شفتك رائد قلتش. هو سوى بيك وبدنا نحاول يرجع، ومن اللاج نشب بالباب برا في المنطقة هذه نشب. والله الله يكون في عونك انت ولاك. اخر واحد، جي 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 جي، ما قصرت. جي جي سكواد 8 عرب، اتوقع سكواد 18 راح يبش عليهم الان، بيدخل معهم فايت بحكم اننا هذه في وسط الزون، انسحبوا بعيد. خلينا نشوف سكواد 20 فايت مع سكواد 9، في شباب نوك. او ماي جاد، طرشولة. خلينا نشوف في فايت ثاني. سكواد 18 و 3 داخلين فايت، سكواد 3 ينسحب، 18 ينسحب، 3 بيدخل فايت.
مع سكوا 18. او ماي جاد بشوا عليهم اوبن، دخلوا عليهم على طول، ما ادوهم مجال او شانس ابدا، راح يدخلون بفايت مباشره. عرب بيكا يرمي نيد، طيحوا منهم واحد نوك، خلينا نشوف النيد الثانيه. الان فرصتهم، واحد نوك وراح يبشونهم الان. فايت الهانجر، فايت الهانجر، ليتس جو قرا. او ماي جاد بوسطون ادري، واحد نوك، اثنين نوك، تو نوك، لاست ون. مايكل اهرب، اهرب مايكل، اهرب اهرب مايكل. جي جي يا مايكل. او ماي جاد مسوين شغل مو طبيعي كلان عرب، عندهم 10 كل. شوف سكواد 7 مسح، كلان مسح انغدر من سكواد ثاني. او ماي جاد راحوا سنده وحشه من سكواد 10، سكواد 10 وسكواد 18. واو يا عبودي، عبود ضيح واحد، بطل عبود، بطل عبودي، بس ون بوليت راح تروح نوك على طول. واو يا عبودي، او ماي جاد عبود، قلت لكم ون بوليت راح. ار اكس سون جابه من الهاي جراوند، لهم افضليه، راح يتفنش مسكين. هاي جراوند راح يتفنش يا من السكواد هذا ومن السكواد، لا اخذوا الكل. باقي حمودي وضعك جدا جدا سيء، بمجرد انه يوصل السير راح انجلد مسكين، راح انجلد مباشره. الرمى الان واحد اثنين ثلاثه، قرا قابوم. جي جي والله العظيم حاسبي يا عمري. خلينا نشوف السكوادات الثانيه. الان كل السكوادات بتحرك وبتدخل الزون، وكلان عرب لهم بالمرصاد. كلان عرب سامع الرمي، سامع، اتوقع راح تروح السياره ملح، راح تتفجر الان، الا اذا شرد سكواد 18 ودخل بسكواد ثاني، يا سكواد 17 يا سكواد ثاني. صدقوني المنطقه مو كويسه الان، سكواد 9 واحد طاح نوك وتفنش من سكواد 20، سكواد 18 بيدخل بوزيشن مع سكواد 9، سكواد 17 فايت. او ماي جاد كم سياره هنا. واو 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 الفايت، واو واو الفايت، كلان عرب دخل الفايت قرا. او ماي جاد سكواد 9 نايس يوزي نايس، سلام عليكم، هلاو مكاتلات. او ماي جاد، او ماي جاد، والبوزيشن السيء. صدقوني لو كان عندهم مركبه ما كانوا طاحوا عليهم هذه الطيحه، كان يمدي يرمون من السياره الثلاثه، بس حظكم معكم بايك. شوف السكوادات قريبه جدا من بعض. او ماي جاد والفايتات، او ماي جاد والبوش، سكواد 10 وبسط مسوي ريلود، تفنيش تايم، رقم 4 رقم 20 برا الزون، برا الزون. او ماي جاد ما يمديني لحق، ما يمديني لحق. لاست ون، لاست ون، رقم 10 سهليه، رقم 20 بيموت من الزون، رقم 17 فايت. لا اله الا الله، يهيل نو ادمن، نو ادمن. كلان عرب مطيح واحد نوك جاست، فنشه برا الزون، ياب. او ماي جاد والفايتات اللي ورا بعض، باقي واحد من هذا السكواد. كلان عرب يبشون يمين، راح يدخلون فايت مع سكواد ثاني، اخذ بوزيشن، دخلوا فايت مع سكواد 4، هذه اقوى سكوادين موجودين جديد. اخذ بوز، خلينا نشوف كم عندهم كل، عندهم 19 كل، لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الله، عدد مره مهول، ربع السير الى الان. باقي رقم 10 حسن وكلان وور ماخذين كفر اسطوري، هم بوسط الزون، بش عليهم كلان عرب، راح يدخلون معهم فايت، دمج فيهم واحد، اتوقع لو حسن يدخل عليهم فايت راح يقروشهم. واحد نوك، واحد نوك، فرصه حسن يبش الان، يب، واحد فيريلو، ابو عمر فيريلو، ابو عمر فيريلو، حسن داخل فلانك بيحاول يدخل الزون، غدرته الان اسطوريه، الا اذا انتبه لجست، اذا انتبه لجست وادى انفو. نعم حسن، قلت لكم راح يدخل حسن وراح يقروش السكواد كامل، راح يشغل السكواد كامل، واحد بس يمكن ينهي سكواد كامل. او ماي جاد والنيد، كلان اربعة دخل على كلان عرب، مكفر لهم ابو عمر من اليمين، قاعد يقول الشباب كملوا فايت، حسن راح يدخل الزون. واو النيد، او ماي جاد والنيد، واو يا حسن، واحد شال سكواد كامل. او ماي جاد ابو عمر، كلان ابو عمر، ابو عمر، كلان ابو عمر داخلين فايت مع سكواد 4، سكواد 8، حسن سوى فلاك على سكواد 4، هل يعملها حسن يقروش السكواد الاخير؟ سحالي بيكا سكواد 4 ماخذين هاي جراوند، عند بوزيشن ممتاز،
متوزعين توزيع اسطوري، الزون في صالحهم، هم وسط الزون، وسط الزون عندهم 50 ثانية، حسن يسوي التفاف. انا كل السكواد كل السكوادات صبت او ماي جاد منين يا حسن؟ كل السكوادات الان تقول انت مالك، انت مال شكلك، انت انت جاي منين؟ حل عنا يا حسن. حسن يسوي فلانك، اتوقع اللي راح يجيب اجل سكواد اربعة هو حسن، لان اول ما يطيح منهم واحد او اثنين نوك. واو نايس مولوتوف، نايس مولوتوف، بيتكه مولوتوف بيتكه. حظك يا ابو عمر، فلشوا ابو عمر، ابو عمر ما يشوف شيء، ابو عمر جاب سحليه، حسن بش عليه وفلانك الان. ايمن فنش، ايمن فنش، حسن بش الان، حسن 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 طيح واحد نوك. قلت لكم حسن اللي بيجيب اجل سكواد اربعة، والله والله كنت عارف. انت مالك يا حسن؟ السكواد ثمانية يشتغل على سكواد وور. خلنا نشوف سكواد وور دخل بفايت الان، يبشوا اوبن، بشوا اوبن. بيكا يقول ابو عمر شوف شغلك انا راح احميك. ابو عمر يطيح طلقة، طيحوا ام فور. بيكا، بيكا وفيصل، بيكا وفيصل، كفو يا فيصل. ابو عمر يفضل ينسحب او يبش. ابو عمر، او ماي جاد، ابو عمر نوك لاست ون، وير از هي لاست ون؟ يهيل، لا نايم، خليك نايم، خليك نايم. بش علي فيصل فلانك، او ماي جاد، ليتس جو يا فيصل، برزونا ارجع يا كابتن. كذا تعريب بزياده. باقي باقي لاست فور يلحق على صاحبه يسوي له ريفايف. او ماي جاد، والفلانك الاسطوري يشهد الله ولا بطولة كاس العالم. تعالوا كل مرة سووا قرة عندي، تعالوا قسم بالله فايتات من مستوى عالي، مو مستوى بطولة عالمية، أعلى أعلى مستوى فضائي. وكالة ناسا ترحب فيكم، البطولة هذه برعاية وكالة ناسا للفضاء، لاعبين من كوكب ثاني، أساطير من كوكب ثاني. خلنا نشوف كم عندهم كل السكواد، عندهم 6 كل. أو ماي جاد، جي جي كلان عرب للأمانة، كان عندهم كل مرة أسطوري. هذا الآن ضامنين الجوائز البطولة، المركز الأول والثاني. واو 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 واو، فايت طلقة فيصل. خلنا نشوف سكواد 17 كم عندهم كل، عندهم 11 كل. يسوي له كراوتش، يرمي وياخذ كراوتش، يهيل طلقة. إلى الآن كل السكوادين برا الزون، السموك الآن لها دور. خلنا نشوف الملوتوف تجي بالميلي. او ماي جاد، اي اي باربيكيو، باربيكيو تكساس، باربيكيو تكساس. فيصل طاح نوك، لاست ون، محمد اوف، محمد اوف، ليتس جو سكواد اربعة، ليتس جو ليتس جو. جست داهش طلقة جلادي، جي تي جي جي كلان. كم عندهم كل؟ 4 5 6 7 كل. هنا 7 كل، 8 9 10 11 كل. شوفوا كلان عرب بسم الله ما شاء الله، 10 نايم، 5 15 16 17 17 و4 21 كل. بسم الله ما شاء الله، جي جي يا ابطال، يا اساطير، يا مسنطرين، يا اقوى السكوادات العربيه، والله العظيم تشرفت فيكم جميعا، قدمتم محتوى ومستوى شيء اسطوري، مستوى كلاعب انتم مستواكم اسطوري، ومحتوى عندي في البثوث محتوى اسطوري للامانه، يعني صراحة يعني يشكرون عليه على المستوى الأسطوري. جي جي يا ساطير، لايك وشير وفولو، تشرف تنور على عيني وراسي. شكرا على الستارز، يا إلهي وصلنا 20,000 ستارز. أو ماي جاد، للأمانة يعني أنا والله العلي العظيم محظوظ جدا جدا جدا، أنا أكثر إنسان محظوظ اليوم بأفضل متابعين، وللأمانة وأقولها بكل صراحة الأفضل اللعبي، أقسم بالله هم اللي خلوا البث أسطوري. أنا أشكركم جميع اللي شاركوا في البطولة، موعدنا مو البطولة هذه، في بطولات كثيرة بإذن الله، مو اليوم بس، تستاهلوا البطولات، الله يسعدكم جميعا للأمانة. هذا اللي هذه الرسالة اللي بوصلها، إنه في لاعبين عرب أساطير ومحترفين، وش يحتاجون؟ يحتاجون بطولة بسيطة من ستريمر بسيط، يقدمهم للجمهور ويشوفوا اللعب ويشوفوا مستواهم الطيب. أسألكم بالله كيف المستوى؟ أسطوري، شيء مو طبيعي، ناس تلعب لعب واو، قسم بالله ولا وين، ولا أجانب ما عندهم ولا شيء، هذا هم العرب، هذا لعب العرب. بتقول لي والله في بعضهم شرط على كل السكواد يلعب في البطولة يصور، كل لاعب مو بس الآدمن أو الليدر تبع السكواد، كل لاعب، وأي واحد يفوز الراجع الفيديوهات الأربع اللاعبين في السكواد، كل لاعب الراجع الفيديو من بداية للنهاية، أي واحد شك فيه لو مثقال ذرة بالفيديو معلش
عشان كذا كل السكوادات اللي خشت نظيفة ونزيهة بإذن الله. ليش؟ لأنه مصور ما يقدر يشغل أي هاك أبدا. أهنيكم أهنيكم والله محظوظ فيكم. جي جي. الرحب 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 بالسكوادات. مرحبا ومسهلا. سكواد واحد دوم، اثنين، ثلاثة اي بي، اربعة عرب، فور يو، كلان سبعة، سكواد سبعة، سكواد عشرة، الاسماء طالعة قدامكم، 11 12 13، دي ار جي، كلان ون، كوماندوز ار تي، سكاي، ار ون جي، سكواد 19. مرحبا ومسهلا بالجميع، فالكم التوفيق وحليفكم الفوز ان شاء الله. عبودي اي لاف يو، يو الون عبودي، عبودي وداعا عبودي. عبد الله الله من تتوقع ياخذ الجيم ابو ياد؟ اتوقع والله العالم من السكوادين 7 و17، فما احكم. ليش؟ لان كلان عرب متهورين ما شاء الله عليهم، بشات وقرة نو تايم، ما عندهم بيوت وتكتيك، يعني ايم سنطوري لعب سنطوري وعلى الحظ. يعني اكيد هم عارفين اللي بالروم هنا موجودين ناس مستواهم عالي، فهم شغلهم بوش. يمكن السكواد يتفجر فيهم مركبه، يمكن يخلص سكوادين ما تدري، لكن اللعبه صح والله سلم من الغدرات بيجيبوا الجيم. كلان عرب خلنا نشوف الدروب هذا ايش فيه. تخيل المزيون، اي والله تعال مزيون، مزيون هنا مزيون قرة. سكواد 12 انجوي بيبي، انجوي 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 انجوي. المزيون مرحبا. ها تبين فايتات؟ ها قرة، ها قرة قرة شوي وانتهى، ما طول. انت من هذا النوع، غرفة عمليات. يا سلام تكتيك غرفة العمليات. اذا طلعوا من السكواد طاحوا بسكواد ثاني. والله السيارة تنفلوا. السلام عليكم مقاتلات، ابلعوها. قرة 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 قرة. يلا مقاتلات. او ماي جاد هيدشوت. مو حيقول اهرب اهرب، خلاص دمي. الله يسعدك، تحية لسكواد 1، يستاهلون احلى تحية، ربي يسعدك. شكرا جزيلا لك على الستارز. تعال مقاتل، اي وقف سكاي ولد، تعال مقاتلات تعال. جيب فلوس مركز اول. سكواد 7 الى الان، سكواد 16 انسحب طلع من المنطقة هذه، راح السكول. الزون خبيسة، راح يحشرهم في المنطقة هذه، والبيوت هذه راح يكون عليها قرة مو طبيعي. البيوت هذه راح يكون عليها قرة بوسط الزون، كلنا نبغى المنطقة هذه. سكواد 5 موجود، سكواد 13 بش عليهم، دخلوا فايت. ايوه هذه الفايتات، واو اقوى سكوادين تواجهوا، ليسوا الوحيدين ولكنهم ان شاء الله الافضل. او ماي جاد بدا التعريق الحقيقي. او ماي جاد طلع هاي جراوند، اخذ عليهم هاي جراوند. مجرم يهيل، مجرم يهيل. نو ميرسي ما اخذ بوزيشن كويس. جوستاف ورول، رول 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 رول، ابلع نيد. يقول عبد الله او ماي جاد انغدروا. رول طيح. او ماي جاد قرة اسطوري. ثلاث سكوادات اربع سكوادات موجودين، بشوا على سكواد درج. لا اله الا الله. قرة السلام عليكم، مقاتلات هاي مقاتلات. قر 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 ونوك فينش على طول. ثلاث سكوادات بنفس المنطقة. لاست ون ثامر يدور عليه ما يدرون وين. عرب بش بش واستغلوا النوك، استغلوا النوك. واحد مجرم طاح نوك. لاست ون ثامر طاح نوك. علوكي علوكي نوك. لاست ون تايجر، انت تستطيع. تايجر 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 يا امي. سحلية الزمن نو مرسي، عطى سحلية الزمن. جي 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 لكلان عرب، ما قصروا. جي جي او ماي جاد. فايت ثاني، فايت ثاني. سكواد 6 وسكواد 5 داخلين علي بنفس البنايه. نينجا كلان فوريو وكلان عرب بشوا على بعض الان. واحد نوك
جوستافو بش اخذ السليمين جمب نوك لاست وان ترامب ترامب او ماي جاد سكواد عربي يقول مكان مكاني والزمان زماني بليز دونت تاتش مي فر ورا الصخره سكواد 11 غادر فيها توقع لا راح يبشون على الكلان عرب راح يجي فايت اسطوري انجوي 1 2 3 بيجينينج ستارت فايت هلا واحد وصدم صدم بالصخره راح جوكر جوكر يا عمري دخل فايت عليهم واحد نوك الثاني نوك غدر رول غدر واو ماي جاد اخر واحد وسكواد 15 خصم السالف فايت او ماي جاد جوكر انت تستطيع جوكر فايتين او ماي جاد يا كلان عرب كم الشبس يوم تفقسوا مساكين ما بقى سكواد البش عليهم بهذه المنطقه واو التعريق واو روق روح خلاص وداعا سكواد 7 جي جي 37 الايف لا 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 18 لا تدخل في السالفه لو يدخلون في السالفه خلاص بيصير هنا مثلث برمودا ثلاث برمودا ثلاث برمودا جوكر 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 مسوي طالع منها جوكر بام يا عمري يا جوكر جي جي خلاص ودع جوكر الله يرحمك جوكر بش سكواد واحد او ماي جاد والنيل صاحبه طيح نوك صاحبه طيح نوك جي 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 معلي معلي ايش تاكل غيرها ما حد شاف ما حد شاف ما حد شاف سكواد 18 فايت مع سكواد 12 خلينا نشوف فايت البيت اللي هنا لايك وشير ربي يسعدكم ربي يسعدكم ربي يسعدكم لايك وشير من تتوقع نينجا من هذه المنطقه او ماي جاد بطاطس ما تخير سحليه الزمن ده وضعيه سحليه الزمن انتم تستطيعون يلا ها نو مرسي نوك بالنيد نايس نيد مجرم فريلو نيد عرب اي يرمي صاحبه من قوة التعريق والله غسلهم غسل بالنيد يا شباب غسلهم غسل بشوا عليهم خلنا نشوف الفايت اللي هنا رول يرمي نيد انسحاب تكتيكي النيد اشغلتهم شوي او ماي دفنهم دفن بالنيد رجع صارت جمرات هذه اشتغل عليهم سكوا 16 هذه نيد ولا سموك بيسحبوا بيسحبوا بيحاولوا يسحبوا من الفايت هذا اتوقع انه مرس تفنش اوه السحلي المتربص هذا بيجيب اجل انفاد لانه قاعد يقول خليهم يطلع من خليهم بس خليه يطلع اذنه بس عندي يقول عندي واو يا فهد ايش اللي بلاك نيد توقع ان تطيح واحد نوك سموك ضيعهم بالسموك اخذوا السيارات انسحبوا كلان ارتي دخل فايت مع مين مع سكواد 10 برا الزون اقعد او ماي جاد انسحب تكتيكي خشوا عليهم واحد نوك ثاني نوك جوستافو راح مجرم بياخذ السيارة ويروح السلام عليكم مع السلامة مع السلامة شباب لا إله إلا الله والفايتات اللي صايرة هنا أوه ماي جاد هذا ضارب هذا وهذا ضارب هذا وهذا ما عاد تدري وين تروح يا إلهي والفايتات خلنا نشوف فايت الأوبن بش عليهم بين شافهم اي علق بلع علق السبكتيت
اقعد البي 24 طيحنكم بالزون. اتوقع راح يبشون الان، لازم يفزعون صاحبهم. اخذ عليهم كفر اسطوري، فنش اقعد راح يجيب اجلهم سحلية الزمن. جابوه خلاص، ليتس جو. خلينا نشوف الفايت بينه. هولي شيبس بطاطا طماطم خيار. قره هنا. خلاص انا خلص السكواد اللي هنا. اوه ماي جاد، دي بي سكوب كم؟ 10 سكوب 4. يب كنت عارف. سكواد 17 بيحاول يدخل بوزيشن، مسوي يشرد من هنا بيطيح هنا. واو لقيت سهلية. عرب عرب، ما قصرت يا صاحبي. جي جي، لا اله الا الله. ميث السلام عليكم، خذ بوزيشن. 1 2 3 سهلية الزمن. اي جابهم السكواد اللي هنا. هيل اب هيل اب هيل اب هيل اب سريع يا صاحبي. سكواد واحد برا الزون، اوبن ايريا، يحرك الداسية. طيحوا واحد نوك، بشوا على الشباب اللي هنا. او ماي جاد، جي جي. سكواد واحد شغلهم مرتب، سكواد 18 ممتازين، اخر واحد من السكواد 12. وش ذي الباقي المفقعة؟ يلا يلا انت عنهم، يلا يلا انت عنهم يلا. واو النيد، واو انت مالك شغل، خليك متخبي، مالك دعوة في الموضوع. رمالة نيد بالملي وسط الشارع. لو صغر الزون بالمنطقة هذه جي جي للسكوة 18 خلاص. واو النيد، واو النيد الاسطورية، واو واو واو، شالوا سكواد كامل. او ماي جاد، اخر سكواد بدا، اخر واحد فبس. قرر وبيتفجر. ها بام، والله يا هني بطل، وصل سكواد مركز ثاني. جي جي يا ميثس، الف مبروك الكلان دوم، ما قصروا ربي يسعدهم. 6 7 8 كل هنا، 6 7 8 كل، 11 كل الكلان ميثس. كلان ار جي 4 كل ما قصرتم. كلان عرب 4 4 8 و3 11 12 كل، اعلى كل في البطولة. ربي يسعدكم جميعا. جي 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 يا اساطير. جي جي للامانة، بطولة اسطورية قسم بالله، مستوى جدا جدا عالي. جي جي يا ابطال، الف مبروك.